السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة سودانية 24، محبي برنامجنا نكهة خاصة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا اليومية مع أطباق جديدة ومنوعة زي ما عودناكم دائما. إن شاء الله تنال رضاكم يا رب. الليلة هستغل معاكم أطباق خفيفة كده، حيكون معانا أفخاد الدجاج بالجبنة والملفوف، وكمان معانا سلطة خفيفة كده، سلطة البازيلا أو البسلة بالجبنة والمايونيز، وآخر حاجة تحليتنا معانا حلا الخشخش. مع بعض نمشي نشوف مكونات طبقنا الأول، نرجع لكم. رجعنا لكم بعد ما شفتوا معنا مكوناتنا لطبقنا الأول، أفخاد الدجاج بالجبنة. عندنا هنا طبعا هتجيب الأفخاد أو الأرجل وحتغسليها كويس خالص، طبعا زي ما بنقول دائما حننقعه في موية وخل وسكر. دي الحاجة، دي أول حاجة بتشيل مننا الزفارة، زفارة الدجاج. الحاجة الثانية بتسهل معانا عملية النضج للدجاج عموما، أو للوصفات عموما اللي فيها نقع، يعني موية السكر والخل والملح، دي الحاجة اللي بتشيل مننا الزفارة. هنا معانا الدجاج، طبعا إحنا نزلناه من الموية بعد ما نقعناه زي ما قلنا مدة كافية. هنخطه هنا معانا، هنجيب حلتنا هنخد فيها شوية زيت، هنخلي الزيت يسخن معانا شوية، بعد كده هننزل عليهم الدجاج ياخد معانا الصدمة. عندنا هنا الملفوف، الملفوف هنجيبه وهنقطعه لشرايح، ده كمان معانا في المكون الرئيسي لطبقنا ده. معانا الملفوف، الملفوف طبعا الأخضر أو الملفوف البنفسجي، بس احنا هنستخدم معانا الملفوف الابيض الليله. هتجيبيه الكروم، هتجيبيه هتقطعيه لشرايح زي ما احنا مقطعينه هنا بالطريقه دي. وعندنا كمان بصل جوانح او بصل مقطع لشرايح، وكمان طماطم برضو مقطع لشرايح. عندنا فلفليه برضو مقطعه لشرايح، دي هنا مكوناتنا لطبقنا ده. وعندنا كمان الجزر المبشور. آخر حاجة حنديه موزاريلا، الموزاريلا ده اختياري إذا كنت حابة. حنشوف كيف معانا. هنا قلنا الدجاج حننزله هياخد معانا صدمة. هنفضل نقلبه من كل الجهات لحد ما لونه يتغير معانا. هنخليه كده قلنا لحد ما اللون حقه يتغير. شايفة معايا لونه هنا ابتدى ياخد لون، هياخد معانا لون ذهبي كده. هنبدأ ننزل تاني. قلنا هنفضل نقلب فيه من غير ما نعمل أي حاجة لحد ما إحنا عايزين ياخد معانا لون أو يتحمر، بس حاجة بسيطة. بعد كده هنبدأ ننزل عليه شرايح البصل والفلفلية، الطماطم ممكن برضو بعد ما نشوف هيطلع معانا. قلنا الزيت يكون ساخن عشان يدينا الصدمة اللي احنا عايزينها. هنخليه كده
قلنا لحد ما ياخذ معانا اللون. طبعا بعد كده هتحطي بهاراتك البهارات المتوفره معاكي. انا هنا حضيف كزبره وحضيف كمان الفلفل الاسود، وعندنا كمان ثوم البودره اذا كان متوفر معاكي الثوم الطازه حيفي معانا الغرض، وعندنا كمان السمار برضو حاجه جميله، كان معاكي بهارات الدجاج برضو حاجه حلوه، الكركم ده اختياري اذا كنت حباه، وكمان عندنا البابريكا والكاري. قلنا ديل دائما بهارات حلوه خالص بالذات لصنف الدجاج عموما. هنا هنفضل قلنا نقلب بالطريقه دي. شرحنا طبعا كمان معانا هنا برضو دي من الحاجات اللي بتساعد معانا في عمليه نبض الدجاج، هنشرحه بالسكين زي ما انا عامله هنا، شرحته عشان يستوي معانا كمان كويس. انا هخليه كده وهابدا انزل، هنزل معايا البصل، هنخلي معانا البصل كده. قلنا كل الحاجات دي حلقات او جوانح او لشرايح عشان يدينا الشكل اللي احنا عايزينه ده. هنخليه طبعا كده هيتشرب معانا البصل، هيدخل معانا في عشان كلهم بعدين هياخدوا معانا التتبيله. الطماطم طبعا اخر حاجه ما هنضيفه هسه. عندنا الجزر كمان برضو ممكن ننزل منه عشان احنا عايزينه كله يدبل مع بعض. هنخليهم كده بالطريقه دي، يعني قلنا جبنا معانا الدجاج، جبنا معانا الدجاج ونقعناه في موية خل وسكر وملح. قلنا الحاجة دي بتخلي معانا الدجاج ينجض بسرعة، والحاجة الثانية بتشيل منها الزفارة. وبعد كده جبنا حلتنا وخدتنا فيها شوية زيت ونزلنا عليها الدجاج عشان ياخد معانا الصدمة. هنا هنفضل نقلب، هيتداخل معانا طبعا الخضار حقنا ده بالطريقة دي. هنا هنديه شوية زيت، طبعا ما حنضيف اي مويه لانه الدجاج نفسه حيطلع لنا مويه. هنا انا حبدا انزل معايا البهارات، قلنا حنضيف من الكزبره رشه من كل بهار، حنضيف معانا هنا كزبره وكمان حنضيف فلفل، كان متوفر معاكي فلفل ابيض ممكن او فلفل اسود يعني المتوفر معاكي. كمان قلنا ثوم البودره اذا كان متوفر معاكي الثوم الطازه بيفي معانا الغرض، ما كان متوفر عندك ثوم البودره وبصل البودره برضو ديل من البهارات الجميله جدا في الدجاج عموما. هنا حنحط معانا حاجه بسيطه من الشمار او الكمون، وكمان حنضيف معانا من البهارات المشكلة، وعندنا قلنا البابريكا والكاري. إذا كان متوفر معاكي بهارات الدجاج برضو ممكن، يعني طبقنا ده
عبارة عن بهارات. ممكن نضيف من الكركم، ده اختياري بس حيدينا لون كده جميل. دي هنا كانت معانا بهاراتنا. الملح ما حنضيفه هسي، حنخليه شوية كده. هنا حندخل كل البهارات دي عشان تندمج مع الخضار اللي احنا عملناه. هنا معانا كده قلنا حنفضل نقلبه. هنفضل نقلب كل الدجاج ده لحد ما كل بهاراتنا دي تتداخل حتى مع الخضار اللي احنا نزلناه. احنا هنا في الفترة دي حنضيف الطماطم، شرايح الطماطم هي اللي حتدينا الموية اللي حيتشرب منها الدجاج. كمان حابة تضيفي، حتستغني عن الطماطم وتضيفي معاك اللي هو الصلصة برضو ممكن. احنا هنا حنخليه كده. هنخليه معانا كده. هنبدأ ننزل حاجة بسيطة من الملح معانا. وهنغطي عليه لحد ما يستوي معانا. ممكن نديه حاجة بسيطة من الملفوف بس عشان يدبل كله مع بعض، ما حننزل كثير. في النهاية ثاني حنرجع نضيف برضو، هنخلي حاجة بسيطة هنا. هنخليه كده وحنغطي عليه النار. نغطيه. بسم الله. هنرجع نعيده تاني كده. احنا غطينا حلتنا عشان تستوي معانا، بس بعد ما اديناها كل البهارات وكل الخضار اللي احنا عملناه، جبنا معانا دجاجنا بعد ما نقعناه اديناه صدمة بشوية زيت، بعد كده فضلنا نقلب فيه. المهم انه يتغير معاك اللون بطريقة ظريفة. بعد كده بعد ما يتغير معانا لون الدجاج، حنضيف عليه شرايح البصل وشرايح الفلفلية. قرن الشطة ده اختياري بس بيدينا مذاق جميل دائما في كل الوصفات زي ما احنا بنقول، يعني للنكهة. عندنا كمان شرايح الطماطم، دي اضفناها بعد ما اخذ معانا الدجاج مسافة. اضفنا كمان البهارات، قلنا البهارات المتوفرة معاكي في البيت. احنا هنا اضفنا كزبرة واضفنا شمار اللي هو الكمون، واضفنا الفلفل الابيض، ممكن تضيفي ابيض او اسود. وعندنا كمان الكركم، قلنا ده اختياري حيدي لون جميل. وعندنا البابريكا والكاري، قلنا ده منكهات جميلة جدا لوصفات الدجاج عموما. كان متوفر معاكي بهار الدجاج برضو ممكن تضيفي. الملح اديناه في النهاية، وخدتينا كمان كزبرة. بعد ما اخذ معانا حاجة بسيطة من التشويحة، نزلنا عليهم الجزر المبشور والطماطم، شرايح الطماطم حيدينا الموية اللي حيستوي منها الدجاج. وخدتينا حاجة بسيطة من الملفوف، وبعد كده غطينا حلتنا، حنخليها تتسبك حاجة بسيطة. وحنرجع تاني حنضيف شرايح من البطاطس، ده اختياري. حنرجع كمان نضيف تاني اللي هو الملفوف، بقايا الملفوف معانا. آخر حاجة في نهاية السوا حنديه موزاريلا، دي برضو اختيارية بس حتدينا شكل جميل مع رشة بسيطة من البقدونس. حلتنا كده حتستوي معانا. ممكن نطلع فاصل ونرجع عليكم، انتظروا.
رجعنا لكم بعد الفاصل. قبل الفاصل شفتوا كيف معنا اشتغلنا أفخاد الدجاج اللي بالجبنة، بس لسه ما وصلنا مرحلة الجبنة. عشان نمشي نشوف مكونات طبقنا الثاني اللي هي سلطة البازيلا، نمشي نشوف مكوناته ونرجع لكم. شفتوا معانا مكوناتنا لسلطتنا سلطة البازيلا، بس أنا هنا عايزة أضيف باقي الملفوف لطبقنا ده، وكمان هأضيف شرايح البطاطس برضو معانا، قلنا ده اختياري. هنا هنغطي عليهم. كمل معانا باقي السوا، حنوطي عليهم النار وحنشوف كيف حنشتغل معانا سلطتنا سلطة البازيلا. طبعا مكوننا الأساسي فيه اللي هو البازيلا. هنا حنجيب معانا أول حاجة حنعمل معانا الصوص. الصوص عبارة عن مايونيز، مايونيز حنخط عليه عصير ليمون، حابة تضيفي ثوم برضو حيدينا نكهة جميلة، حاجة بسيطة من الثوم. وهنا حنخط عليه رشة من الملح والفلفل الأسود أو الأبيض، ممكن نخد حاجة بسيطة من الشمار لأنه دايما بنخده في سلطاتنا عموما. هنلخبط كل المكونات دي مع بعض. طبعا البازيلا حتجيبيها عادي جدا وحتسلقيها. هنا هنجيب معانا جزر مبشور، ده اختياري، ممكن هنا نضيف باقي الجزر اللي طبقنا ده. برضو وعندنا كمان اللي هو الفلفل الأحمر، ممكن إذا كنت حابة الفلفلية الخضراء عادي. طبعا الفلفل الأحمر ده هو اللي إحنا بنطلع منه البابريكا، قلنا البابريكا دي إحنا بنجيب الفلفل الأحمر ده وبنشفه، بعد ما ينشف معانا هنطحنه هيطلع معانا البابريكا، يعني هي شطة الباردة. بعد كده هنضيف معانا البازيلا، عندنا كمان البصل المفروم، يعني سلطة خفيفة برضو ممكن تعتبر سناك أو تعتبر وجبة عشاء. البصل عندنا بصلة صغيرة، حابة تستغني عن البصل ما كنت من محبينه ممكن على طول. قلنا احنا هنا جبنا معانا المايونيز، ده كان معانا صوصنا، وبعد كده اضفنا عليه ليمون،
وخدتين عليه ورشة من الفلفل ورشة من الملح ورشة من الشمار، ده اختياري. ما كان متوفر معاك الليمون ممكن بديله خل على طول. هنجيب معانا هنا الجبنة، كان معاك جبنة الموزاريلا ممكن، أو جبنة العادية زي ما إحنا عملناها. هتبشريها حطي فيها كده على طول، يعني هي سلطة خفيفة جدا، تعتبر كطبق جانبي لطبقنا ده، طبق أفخاد الدجاج. ممكن نخد كمان حاجة بسيطة من البقدونس، طبعا هنا معانا النعناع، ده من مكونات طبقنا. يعني بعد ما عملنا الصوص هننزل معانا البازيلا والفلفل الأحمر وكمان النعناع. النعناع هتجيب النعناع وهتشيلي منه، هيكون معاك نعناع طازة. وبعد كده هتضيف الجبنة، الجزر ده اختياري، حابة تضيفي تاني خيارات، دي كلها حاجات اختيارية. ممكن نضيف حاجة بسيطة من الزيت إذا كان متوفر معاكي زيت الزيتون أو زيتنا العادي زيت شمس، قلنا زيت حلو في كل الوصفات. لخبط معانا كده، هنجيب معانا هنغرفه، قلنا طبق خفيف ممكن يعتبر كعشاء أو سناك بسيط. هنا بالطريقة دي ده كان معانا طبقنا، طبق سلطة البازلاء. شفنا كيف مكوناته حاجة بسيطة وطبق قلنا خفيف ويعتبر سناك. ممكن في الفترة دي نمشي نشوف مكونات تحليتنا، تحلية الخشخش، ونرجع لكم. رجعنا لكم بعد ما شفتوا مكوناتنا لحلانا الليلة، حلا الخشخش. طبعا هو مكون الأساسي فيه اللي هو الشعيرية الباكستانية. هتجيب الشعيرية هتكسريها، بس ما تكسير ناعم، هتكسريه بطريقة متوسطة كده، يعني يكون معانا شكله بالطريقة دي. هتجيبي معاك الطوة وحتحمسيه بزبدة أو سمنة لحد ما لونه يتغير معانا أو يتحمر معانا بالأصح، هنا بالطريقة دي، وحتخليه على جنب. وعندنا كمان البسكويت، يا إما يكون معاك مطحون أو إنه تكسريه برضو، إحنا الليلة ما طحناه، ما عايزينه يكون معانا مطحون خالص. وكمان معانا في الخلاط هنضيف معانا، هنضيف معانا علبتين من القشطة وكمان الحليب المكثف. اشتغلنا طريقته قبل كده وشرحناه كتير، يعني علبتين من القشطة وعلبة من الحليب المكثف أو كوب من الحليب المكثف. عنده كمان هنخد
حنضيف من ظرف او 3 ملاعق من كريم الشانتيه او الدريم ويب، وعندنا كمان ظرف من كريم الكراميل. كل الحاجات دي حنخلطها مع بعض. هنعمل طبقة من البسكويت. عليها طبقة من اللي هو الشعرية الباكستانية. بعد كده هنخط عليهم من خليطنا ده. وثاني ممكن نعمل طبقة من البسكوت، وممكن كمان بين الطبقات نعمل صوص من السوفليت، برضو حيدينا شكل حلو. نرجع كمان تاني نضيف من الشعيرية. حنضيف هنا كمان تاني بعد الشعيرية الباكستانية باقي خليطنا. طبعا احنا هنا سميناه الخسخس لأن شعيريتنا محمصة بشوية زبدة أو شوية سمنة. طبعا هي معانا مقرمشة. الخسخس جانا من فمن انت تاكلي الشعيرية دي طبعا هتعمل معاكي خسخس. فده هو تسميتنا لطبقنا ده. هنا حناخد معانا، ممكن نعمله كده، هنجيب معانا سكين او اي آلة ده عندك، ممكن نزينه بالسكين. هنعمل معانا شكل كده بسيط. فده كده كان معانا حلانا لليلة، حلا الخسخس. ده شكله معانا. طبعا هتخطيه في التلاجة هياخد معاكي ساعة بالكثير، او على فكرة ممكن تاكليه كده على طول، يعني ما بيأثر معاكي. هو من الحلويات اللذيذة اللي بتتاكل على طول عشان تحسي بالقرمشة حقتها. فإحنا كده شفنا معانا سلطتنا وشفنا معانا حلانا. هنطلع فاصل بسيط كده نرجع لكم، هنطلع فاصل بسيط كده ونرجع لكم، انتظرونا. رجعنا لكم بعد الفاصل. قبل الفاصل شفنا كيف استغلنا معانا تحليتنا، تحلية الخشخص ده استغلته معاكم وده كان عندنا مسبق. وشفنا كمان معانا سلطتنا. ممكن نمشي نغرف معانا. طبعا أنا في الفاصل أضفت الموزاريلا لطبقنا، طبق أفخاذ الدجاج.
لضيق الزمن حنغرفه، حنغرفه معانا هنا، نشوف كيف حنقدمه. خلينا نشوف، حناخد معانا أفخاد الدجاج، طبعا هي بقت مشربة بالصوص معانا. هنا بالطريقة دي كده، ده كان معانا طبقنا لأفخاد الدجاج بصوص الجبنة، جبنة الموزاريلا والملفوف. طبعا الملفوف من الخضروات المفيدة جدا، وبتنفع كمان ناس الرجيم اللي عاملين رجيم بينفع معاهم طبقنا ده، لأنه غني بالملفوف. هنا طبعا قلنا شرايح البطاطس دي اختيارية. هنا ده معانا صوصنا، صوص الملفوف معانا. طبعا خدتين الجبنة الموزاريلا قلنا دي اختيارية. ده هنا معانا طبقنا لأفخاد الدجاج حناخده. حنديه رتوش بسيطة من البقدونس عشان يكتمل معانا طبقنا بالطريقة دي. عايزة تضيفي كمان شرايح من الليمون، عايزة تديه عصرة ليمونة برضو، حيدينا شكل جميل جدا. دي كانت أطباقي معاكم لليلة، اشتغلت فيها معاكم أفخاد الدجاج بالجبنة والملفوف. طبعا الجبنة الموزاريلا أول ما تسيح معانا حتدينا شكل جميل، وكمان كان معانا سلطة البازيلا أو سلطة البسلة بصوص المايونيز والجبنة. آخر حاجة كان معانا تحليتنا لليلة، كان حلاء الخشخش، وشفنا كيف طريقته. حاجة بسيطة جدا تنفع للمناسبات وللقعدات وللجمعات. دي كانت حلقتي، يا رب نالت على رضاكم، جربوها إن شاء الله تعجبكم. أنا ألاقيكم في حلقة تانية إن شاء الله، أخليكم في أمان الله.